يستمر المسلسل الإرهابي للجماعات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، الذي لا تكاد تنتهي حلقة إرهابية حتى تبدأ أخرى. جريمة تضاف إلى رصيد ميليشيات حكومة السراج. عائلة آل التميمي والذين قضوا أثناء محاولتهم النجاة من القصف في منطقة قصر بن غشير. اتجهت العائلة إلى منطقة السعدية ولم تدرك بأن رصاص الحشد الميليشيوي بانتظارهم، فقامت الميليشيات بالرماية عليهم واستشهدت امرأة وطفلها الاثنان وأختها. استهداف آل التميمي يسبقه عدة جرائم ترتقي لجرائم حرب، فمنذ أقل من يومين قصف منزل من قبل الطيران التركي المسير، راح ضحيته 3 شقيقات في منطقة الفرناج، وسبقها آل الشرشاري وأيضا مجزرة نينا التي ارتكبها طيران مصر. تطول قائمة المجازر التي لا تجد أي تنديد محلي أو دولي، مجازر ترتكب في حق المدنيين بدعم من السراج وحكومته التي استعانت بالإخوان ودولهم لمساندتها وسط صمت تام للبعثة الأممية والتي أصبحت مسيرة كطائرات الوفاق. ولذلك نعيد الآن وجب على السراج الخروج وتحمل مسؤولياته التي اكتسبها بمنصبه اللاشرعي وبدعم قطري تركي. حمل البلاد والعباد خسائر في الأرواح والأملاك لتحقيق أهدافه التي رسمها له الإخوان وأذنابه. صفاء الحاسي، ليبيا الحدث.